السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم أهم الأخبار. السوداني يصدر توجيهات ترسيخ الأمن والاستقرار في الأنبار. مشعان الجبوري يعلق على تهديد تقدم بالاستقالة لو سلم المكون من عجيهم لكان السنة بخير. اعتقال 3 أشخاص بتهمة فتح حسابات مصرفية وهمية للمواطنين في السليمانية. العراق يدعو أذربيجان للانفتاح والوصول إلى الخليج العربي عبر طريق التنمية. بحث عدة ملفات، الحزبان الكرديان الرئيسان يجتمعان في أربيل. القبض على 6 إرهابيين أحدهم اشترك بقتل مسؤول في الصحوة قبل 14 عاما. إليكم تفاصيل الأخبار. أصدر القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني اليوم الأحد توجيهات لترسيخ الأمن والاستقرار في محافظة الأنبار. وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان إن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد الشيع السوداني استقبل صباح اليوم القائد الجديد لشرطة محافظة الأنبار اللواء الركن محمد رشيد صالح، والقائد السابق لشرطة المحافظة الفريق هادي رزيج كسار، والمدير الجديد لمديرية استخبارات الأنبار العميد ظاهر محمود ياسين العلواني، والمدير السابق اللواء رايد أحمد الفارس. وثمن السوداني عمل القادة السابقين الذين بذلوا جهودا كبيرة في سبيل ترسيخ الأمن في محافظة الأنبار، والذين سيواصلون ذات الجهود في مواقعهم الجديدة وفقا للبيان. ووجه القائد العام للقوات المسلحة قائد شرطة الأنبار ومدير استخبارات المحافظة الذين تسنموا مهامهم اليوم ببذل قصارى جهدهم من أجل الحفاظ على الأمن في المحافظة، مشددا على أهمية إبعاد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات السياسية، وأن يكون الولاء لبلدهم ولمهنتهم وفق ما تحتمه عليهم واجباتهم الأمنية. كما وجه السوداني بعدم التواني أزاء أي تهديدات تستهدف أمن واستقرار المحافظة، إلى جانب العمل المتواصل من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتأمين استقرارهم. أكد عضو مجلس النواب السابق مشعان الجبوري اليوم الأحد إن تهديد كتلة تقدم النيابية بتقديم الاستقالة فارغ ولن ينفذ. وقال الجبوري في تقريده إن كتلة تقدم النيابية قالت إن مؤامرة تحاك ضد المكون السني وأنهم جاهزون للاستقالة من الحكومة، وأضاف نحن بدورنا نقول لهم لو سلم المكون من أفعال عجيهم واستيلائه وعصابته على الأموال التي خصصت لأعمار مناطقنا وتعويض أهلنا لكان حال أبناء المكون السني بخير. وتابع نحن في السيادة المدافعون الحقيقيون عن المكون وهويته وأمن أبنائه، نعلن عن دعمنا لإجراءات الدولة وأجهزتها ضد الفساد والمفسدين، مبين أن التهديد بالاستقالة مجرد تهديد فارغ لن ينفذ. اعتقلت السلطات الأمنية في قضاء شمشمال التابع إلى محافظة السليمانية اليوم الأحد 3 أشخاص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين في السوق الرئيسي في المدينة من خلال فتح حسابات مصرفية وهمية لهم مقابل 25,000 دينار عراقي. وقال مصدر أمني إن قوات الأسايش الأمن اعتقلت 3 أشخاص في سوق شمشمال الرئيسي، عرفوا أنفسهم كمندوبين لإحدى شركات الاتصالات، وكانوا يقنعون المواطنين بفتح حسابات مصرفية لهم وتسجيل شرائح الاتصال بأسمائهم مقابل 25,000 دينار عراقي بعد أخذ مستمسكاتهم الأصلية. وبحسب المصدر فإن الأشخاص 3 حاولوا فتح حسابات مصرفية وهمية بأسماء مواطنين من أجل عمل حوالات مالية إلى خارج العراق بأسمائهم، بالإضافة إلى شراء الدولار من البنك المركزي بالسعر الرسمي من أجل تحقيق أرباح أكثر. ويذكر أن مصرف الرشيد وجه فروعه يوم الجمعة الماضي ببيع الدولار للمسافرين بواقع 3,000 دولار، وقال في بيان تابعته بغداد اليوم إنه استنادا لتوجيهات البنك المركزي العراقي وجه مصرف الرشيد فروعه المعنية ببيع الدولار بزيادة حصة المسافر إلى 3,000 دولار بدلا من 2,000 دولار. دعا وزير الخارجية فؤاد حسين الحكومة الأذربيجانية للانفتاح على مشروع طريق التنمية، عادا إياه فرصة كبيرة لأذربيجان للوصول إلى الخليج العربي.
وذكر أعلام وزارة الخارجية في بيان أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين التقى بوزير الاتصالات والنقل والتكنولوجيا العليا رئيس الجانب الأذربيجاني للجنة العراقية الأذربيجانية المشتركة رشاد نبيث، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات النقل والطيران المدني وبحث السبل الكفيلة لتعزيزها وتطويرها. قال الوزير إن أذربيجان مهمة للعراق بحكم قربها جغرافيا وهناك روابط دينية وثقافية واجتماعية، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من الفرص المتعددة وفي مختلف المجالات، داعيا رجال الأعمال والشركات الأذربيجانية لزيارة العراق وتشجيع الاستثمار، ونوه إلى أهمية طريق التنمية الذي يبدأ من أقصى جنوب العراق ميناء الفاو ويمتد إلى الجمهورية التركية، مشيرا إلى أنه فرص كبيرة لفتح آفاق مهمة وفرصة إلى أذربيجان للانفتاح والوصول إلى منطقة الخليج العربي عبر العراق، لا سيما أن العراق لديه مذكرة تفاهم مع إيران للربط السكتي عن طريق البصرة. وأكد الجانبان على ضرورة فتح خط الطيران المباشر بين بغداد وباكو والخط الثاني بين أربيل وباكو وبأسرع وقت ممكن، وكذلك منح سمات الدخول إلى المواطنين العراقيين الراغبين بزيارة أذربيجان. من جانبه قال وزير النقل الأذربيجاني رشاد نبيث: نعمل بشكل فعال لإيجاد الفرص المتاحة بين البلدين وتشجيع الاستثمار، وأنه سيترأس وفد أذربيجان لزيارة بغداد لعقد اجتماعات اللجنة المشتركة للجولة الثالثة في شهر تشرين الأول القادم. يعقد الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين اليوم الأحد اجتماعا على مستوى المكاتب السياسية في مدينة أربيل لمناقشة العديد من الملفات. وقال مراسل بغداد اليوم إنه من المقرر أن يعقد الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني اليوم اجتماعا في أربيل على مستوى المكاتب السياسية، وأضاف أن الاجتماع يأتي لبحث ملفات عديدة تخص وضع الأقليم والعراق وانتخابات برلمان الأقليم فضلا عن ملفات أخرى. ويأتي هذا الاجتماع بعد سلسلة اجتماعات عقدها الحزبان لمناقشة العديد من الملفات الخلافية فضلا عن انتخابات الأقليم. وفي وقت سابق دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في أربيل المواطنين لتحديث بياناتهم البارومترية اعتبارا من 9 يوليو تموز الجاري ولغاية 7 أغسطس آب القادم. أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية اليوم الأحد القبض على 6 إرهابيين أحدهم اشترك بقتل مسؤول الصحوة في اللطيفية قبل 14 عاما. وقالت الوكالة في بيان إنه بناء على المعلومات الاستخبارية الدقيقة تم إلقاء القبض على 6 مطلوبين بقضايا إرهابية وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب. وأضافت أن أحدهم اشترك بقتل مسؤول صحوة اللطيفية في العام 2010، كما تشير الوثائق والمعلومات إلى أن المتهمين كانوا ينتمون إلى ما يسمى ولاية الجنوب فضلا عن اشتراك أغلبهم بمقاتلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. وأوضحت أنهم استخدموا وثائق مزورة للتهرب عن ملاحقة الأجهزة الأمنية لهم، مشيرة إلى أن عملية إلقاء القبض على المتهمين جاءت بتعاون المواطنين من خلال الأخبار عن الخارجين عن القانون، وأكدت أنه تم حالة جميع المطلوبين إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل.